شواطئ مختلفة، وسعداء هذه المرة أن نكون على شاطئ الحرف والخيال والجمال في حضرة شاب هو له مساحات مختلفة وخطوط مختلفة في لوحة الإبداع. هو مهندس وسيناريست وروائي وكاتب ومجموعة من الأشكال الإبداعية. سعداء أن نكون اليوم مع الباشمهندس الروائي والمخرج والسيناريست عبد الله كمال. مرحبا بك، أو كمال عبد الله عفوا، مرحبا بك وصباح الخير. صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع المشاهدين. مرحبا بك. ونحن بنتكلم عن جوانب مختلفة للإبداع زي ما ذكرنا، وهي خطوط مختلفة بالتأكيد في خط رابط. نحن بنتكلم عن الخيال والأفق الواسع وغيره، فده بيتكون من مشاهدات مختلفة، بيتكون من مغذيات مختلفة للبناء الشخصي ولبناء الحرف والخيال. فخلينا نتكلم عن المشاهدات دي. طبعا كل زول عنده خيال وعنده حاجات بيرجع عليها. احنا بنقول انه الاهل، احنا الكبار لهم دور كبير في الحاجه دي، حبوباتنا احنا الكبار. انا اتربيت تربيه بتاعت حبوبات وعشت مع حبوبات، يعني حبوباتي في صغري، يعني لما كنت صغير كنت عايش معاهم والجو بتاعهم، الحكاوي والحاجات دي كلها كانت قاعدة في العقل الباطن يعني. بعد ذاك في حاجات أنا عشتها، حاجات شفتها، في حاجات خشيت يعني مريت بيها، خلتني إن أنا أكون، أنا اكتشفت إنه أنا خيالي واسع يعني. أنا بديت بالرسم، كنت برسم لوحات سريالية كده، ما كنت بفهم أنا ذاتي، ما كنت بفهمها هي بتودي لوين، لكن بيكون فيها كم حاجة بدخلها أنا في الرسمة دي. بالنسبة للكتابة، الخيال فيها ما بيصطنع يعني. انا ما بقول انه انا داير اعمل كده، الكلام ده انا اكتشفته يا ده بعد ما بقيت اكتب دراما يعني. لكن في الشغل الاساسي في الكتابه بتاعت الكتب والخواطر والحاجات دي، كنت بس يعني بقول دي فجاه كده بيجيني الملكوت بتاعت الكتابه دي، وبعد ذاك انا مجرد ما ابدا اكتب وامسك القلم بسرح بخيالي. ما بخلي يعني ما بكون خاتي مثلا حاجه معينه، ده في الاول يعني. بعد ذاك ما طورت نفسي شويه، قدرت انه انا بقدر انه انا اصنع الخيال، يعني انه انا اكون داير اتخيل الحاجه الفلانيه وبعد ذاك بمشي فيها. هو يعني قد تعتقد انه فجاه، لكن بالتاكيد هو المخزون للعقل الباطن اصلا موجود من اشياء مختلفه. وزي ما ذكرت، الخيال هو الخط الرابط، يمكن حتى لدراسه الهندسه او الجانب كتابة الرواية والإخراج وغيرها. فخلينا يعني نتكلم في جانب الكتابة بداية، ويمكن هي الكتابة ممكن تكون الأساس لكل الأشياء الباقية. بدأت بحنين الروح، وحنين الروح كانت دارجة بداية. خلينا نتكلم عن حنين الروح، ويمكن هي رسائل اجتماعية أكثر، ونتكلم عن جوانب لأنه ليه البداية بالدارجة. وفي الحقيقة أنا حنين الروح دي هو الرواية أنا أطبعها، لكن ما هو الرواية أكتبها. حنين الروح اتكلمت فيها بالدارجة أول حاجة. أنا بديت أكتبها بالعربي الفصيح، لكن وصلت مرحلة معينة لقيت إنه الغاري لما يجي يقرأ الرسالة اللي أنا عايز أوصلها لها ما حتصل بالطريقة اللي أنا عايزها يعني. شايف إنه الدارجي أو العامية السودانية أقرب وأحن للناس، وانه الواحد يعني بيقراها زي كانه زول بيحجي فيه. احجيه هي، انا ما بقول عليها روايه لانه هي اصلا ما تامه روايه، لكن بقول عليها احجيه. ناقشت فيها اربع قضايا: مشكله النسابه مع مريض الولد، مشكله ترك الدراسه في الصغر، مشكله التحرش، المشكله بتاعت اصدقاء السوء. انا ما حليت، ما وضحت حلول، لكن وضحت خطوط للحلول يعني. خطوط على مشكلات مجتمعية. أيوة، مشكلات مجتمعية ممكن تكون حاصلة في كل أسرة سودانية. أيوة، أنا بقول إنه الأول عمل لي مفروض يكون بالعربي الفصيح وكذا، لكن أنا قصدت إنه يكون أكثر الحاجز طبعا. لكن يعني قد يسألك السائل، ليه ما لجأت للترميل يعني في فهم إنه هي تكون موجودة الأساس بالفصيح، لكن موجودة يعني المخاطبات والحوارات بالدارجة، وده ممكن يكون معتمد لروائيين كثيرين يعني. أيوة، بعدين أنا لقيت انتقاد كثير في الاول انه خداوه العمل لك، هم يعني عملوا بالعربي الفصيح، ودي ده سي في بتاع اول حاجه لك المفروض تكون بالعربي الفصيح وتكون حاجه عالميه، والدارجيه ما بتطلع للعالميه. انا واحد من الاسباب اللي خلتني انه انا واصل بالدارجه انه
يعني ليه نحن بنعرف اللهجات العربية المختلفة وما بنعرف ولهجاتنا دي ما معروفة في الدول الثانية أو في الوسط العربي عامة؟ يعني احنا نعرف اللهجة المصرية واللهجة السورية، لكن لهجتنا دي قليل من المصريين ولا من السوريين ولا اللبنانيين انه نعرفوها. فقصدتي انه انا اعكس صورتنا بلهجتنا بلهجاتنا وتقاليدنا واعرافنا وحياتنا كلها بوضعنا البسيط. الوصول لانها هي رسائل مجتمعية، يعني رسائل مجتمعية برضو مهمة انه تكون فيها شيء من البساطة عشان ما تكون مستوعبة للاخر. خلينا برضو نتكلم، يعني بعدك كتبت فصيح روايات بالفصيح، عتم الضوء يمكن يعني المتسائل بيتساءل عن تناقض العنوان ذاته وما تحويه الرواية. قبل عتم الضوء في نزود عشقي دي كانت عبارة عن مخطوطة، عبارة عن نصوص فيها أنا جاياك ليها يعني، لكن بس عتم الضوء يلا هي مرتبطة بها هي مرتبطة فأنا هتكلم لك عنها عشان أرد لك على سؤالك. نزود عشقي المكتوبة عن آمنة، هل هي صفة أو اسم؟ ما حقدر أنا أقولها إلا الغاري يقرأ الكتاب. كانت هي الملهمة يعني في شخصي. بالنسبة لأطم الضوء، قلنا إنه نزود عشقي آمنة، وكنت كانت كل الكتابات آمنة حتى مقسمة لثلاث فصول، إلى آمنتي، إلى ساكنة الفؤاد، إلى كل أنثى. ساكنة الفؤاد في اللغة العربية هي آمنة، وإلى كل أنثى في الأصل كانت مقصودة آمنة. بعد ذاك في كل أي كاتب عنده عهد مظلم أو زي ما بقولوا يعني فترة بتاعت إحباط، في فترة الإحباط دي أنا كتبت المذكرات اللي هي عتم الضوء، عبارة عن مذكرات هي العتمة اللي بتيجي بعد الضوء. انا ما داير افسر العنوان عشان ما احرق، لانه العنوان لصيق جدا بالمذكرات الداخليه، عباره عن مذكرات شتويه وصيفيه وخريفيه ومذكرات خاصة. ربيع هي فيها مذكرات خاصه وفيها مذكرات عامه وفيها مذكرات باليه، فيها مذكرات كتبت بالدموع، فيها حاجات كثيره يعني. فبعتبر انه عدم الضوء كانت الفاصل بين 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 آمنة والملهم، يعني ما أي كاتب حتى آمنة. الحديث عن الترميز بالتأكيد سألت عنه كثير، يعني أيوة بأنه هل المقصود الصفة الاسم في الاسم نفسه أو هو يعني اسم مطلق للأنثى عموما؟ أيوة. فكل كاتب يكون عنده يعني حاجة بتلهمه، وأي حاجة في الإلهام بيكون عندها زمن. يعني مثلا أنا في وقت من الأوقات ممكن كوباية القهوة هي اللي بتلهمني إنه أنا أكتب، في وقت من الأوقات شخص معين، واحد من الأصدقاء هو اللي بيلهمني إنه أكتب، وعلى هذا الأساس يعني أنا بتكلم. لكن هو فهم إلى يعني طوالي بتبادر لذهن الرسائل بالضبط كده، يعني هي مرسلة والله لأشياء يعني الآن بتكلم عن الأنثى، فرسائل مختلفة، يعني هي معتمدة على شنو الرسائل؟ هل هي حالة عاطفية مثلاً أو كذا؟ أو هي رسائل لأشياء ممكن تكون هي مجتمعية، معالجات، يعني شكل الرسائل شنو؟ كانت رسائل عاطفية وغزل، ما كانت يعني عندها علاقة بالمجتمع. طيب يعني جوانب الكتابة دي دائماً نتكلم عنها، يعني الرواية بشكل خاص بيبقى في خط آخر للكتابة الأدبية اللي هو الخط النقدي، فخلينا برضو يعني نسمع منك الصوت النقدي اللي كان واجه كتابات كمال عبد الله. أنا زي ما قلت لك الانتقادات اللي كانت بتلاقيني دائما في إنه أنا كنت بكتب بالدارج، أغلب كتاباتي كانت بالدارج. هو النقد ممكن يكون إيجابي أو سلبي على فكرة. أيوة هو كان نقدي سلبي، لكن أنا بالنسبة لي كان إيجابي لأنه أنا قدرت أطور نفسي وقدرت أمشي في حاجة جبرت إنه أمشي فيها. وبعد ذاك انا حبيتها يعني. حسيت انه انا في الكتابه بالعاميه السودانيه بعد النقد ده حسيت انه انا مايل للدراما. يعني حتى في شكل الكتابه في شكل الكتابه حنين الروح دي ذاتها اذا اتكتبت يعني اذا الزول قراها بيخش في الحوار نفسه في الحوار الدراما. بيخش في اي بيتخيل الصوره. أيوة. تخيل الصوره ما قبل انه يقراها ككلمات يعني. النقد انا بالنسبه لي انه
كل النقد عندي أنا إيجاب، يعني حتى السلبي بيكون إيجاب، لأنه يعني في حاجات أنا بكون فيها لأن أنا فاقدها، ما في زول كامل وما في زول يعني صحيح 100%، وفي حاجات أنا بكون فاقدها، في حاجات أنا ما منتبه ليها. حتى مهم للتجويد والتقييم والتقويم لأعمال جاية. ونحن دائما بنتكلم عن النقد في السودان في انه هو لسه ما بيوازي المنتوج الادبي السوداني، فنحن بنتمنى انه فعلا نجد نقد حقيقي. يعني خلينا ننتقل لجانب اخر ونتكلم عن الكمال المخرج. طبعا انا بعد الكتابه وبعد حين نروح نزود ايش قريت او خشيت دورات تدريبيه يعني تطوير الكتابه وكتابه المحتوى. بعد ذلك عملت كورسات في الإخراج، الإخراج المقدم وكتابة السيناريو. يعني دي أيوة كتابة السيناريو، كتابة المحتوى، كتابة السيناريو والإخراج، الإخراج المقدم. أول عمل اشتغلته في الإخراج كنت مساعد مخرج مع أستاذ أبو بكر فيصل في سلسلة اسمها عتب وذهب، بطولة أبو بكر فيصل وفاز بشرة. بعد ذلك اشتغلت في جبريل تأليف ومساعد مخرج. بعد ذاك اشتغلت سلسلة ود الزلط للأستاذ ربيع طه، من السلاسل المشهورة يعني لربيع طه. أيوة ود الزلط، تأليف وإخراج ود الزلط. وبعد ذاك كتبت مسلسل حافة الطريق الجزء الثاني، بطولة النجم أبو بكر فيصل وكوكو من نجوم الدراما. وإن شاء الله قريب عندي سلسلة خاصة حعملها، وعندي فيلم ما حاعلن عنه ولا حقول عنه اي حاجه. احنا حنرجع نتكلم عنه، حنتكلم عن القادم، نتكلم عن كتابة السيناريو، لكن خلينا نشاهد مشاهد من ود الزلط ونرجع نواصل حديثنا. كان شرحنك وجدع ود الزلط جات خلع، قانش الوضع ما داير كلام، جاد فريم وكدوس لحام، اكبر مكان في البلدية اوهام، ومشي الحلة دي كلها بنظام، ما عجبك كلامي وشايفه غلط، بحدد معك ووريك العلط، ما في التنفذ وحتى الترط، اي حفرة حفير انا ود الزلط يا ود الزلط يا انا ود الزلط يا ود الزلط يا انا ود الزلط يا دايما مروق بالي وبمشي مشواري كداري، اجيب تفاضل الأستاذ ربيع طه. ويمكن هي جوانب مختلفة يتكلم عنها لحضور عبد الله كمال في الدراما. كنا ابتدرنا حديثنا برضو عن كلام عن كتابة السيناريو، فسيناريوهات مختلفة، إذا كان هو السيناريو للدراما فقط ولا حتى كتبت يعني سيناريو لوثائقيات أو تقارير أو غيرها؟ لا كتبت الاثنين، لكن الدراما طبعا يعني لقيت نفسي فيها أكثر، لقيت إنه أنا بقدر أنا أدي حاجة في الدراما، بقدر انه انا اتعمق شويه في الدراما، بالذات الكوميديا. بعد ذاك انا يعني طبعا لما يطلبوا منك شغل او يكتبوا معك عقد بتاع شغل في حاجه معينه، انت بتتجبر انك تكتب الحاجه اللي هم طالبينها، اذا كانت تراجيديا، اذا كان اكشن، اذا كان كوميديا. فانا كنت مايل في الاول للكوميديا، لكن ثاني حبيت الدراما باشكال مختلفه يعني. صح، وزي ما ذكرت يعني هو احيانا احنا بنجبر نكتب، لكن هي دي بتكون تحتاج يعني شيء من الاحترافيه، لانه احنا قبل كنا بنتكلم عن الكتابه على السجيه وفي اي مكان، وانت بتشرب القهوه وبتكتب وانت فبرضه يعني مساله الاحترافيه دي بالتاكيد بتاخذ خطوات لحد الانسان ما يكون هو قادر انه يكتب في كل ما يطلب منه. يعني خلينا برضه نتكلم عن الخطوات دي، في انه الانتقال من عبد الله كمال الهاوي والموهوب لعبد الله كمال المحترف في كتابه السيناريو والاخراج. والله انا برجع الحاجه دي ما بقول خبره، لانه انا ما عندي خبره كثيره في الحاجه دي، لكن انا كنت
بكتب كثير والتجارب الكثيره. كنت دايما بحاول بطور من نفسي في 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 حاجه انا شايف نفسي انه انا بقدر امشي فيها لقدام. بعدين في حاجه ثانيه، يعني الانسان بطبعه اذا خدت نفسه انه هو عارف ووصل بيكون ماشي بالماينس. فانا لحد اللحظه دي ما باخذ نفسي انه انا كاتب، ولا باخذ نفسي انه انا مخرج محترف. واذا في يوم من الايام خطيت نفسي او بيني وبين نفسي قلت انه انا زول محترف، انه انا زول وصلت الطب، خلاص يبقى انا كده بقيت ماشي في تلاشي وانه انا انتهيت. الحاجه الثانيه انه صفه كاتب او يعني صفه استاذ، دي الزول ما بيديها لنفسه، ولا الزول، يعني انا ما بقول انه الزول لازم يغيم نفسه، لو هو ما غيم نفسه الناس ما بتغيمه، لكن بتكلم عن المحتوى بتاع الزول. يعني الزول لما يشوف انه المحتوى بتاعه حاجه واو وحاجه رهيبه، بيجيه العظمه وبيجيه الكبرياء وبيخد نفسه خلاص، يعني ثاني ما حيحاول يطور نفسه لانه حيقول انه انا خلاص كده وصلت. لا، مهم كمان يعرف الانسان قدر نفسه عشان ما يعرف هو واقف وين، المحتاج شنو. هي الصيغه المطلوبه، يمكن قصدته من السؤال. الصيغه المطلوبه في انه هو الانسان يعني عشان ما يجمع اشياء مختلفه ويكون قادر على الكتابه باحترافيه. قبل تكلمنا عن الموهبه، في انه هو لازم توازي موضوع المواهب ده، خط لي انت قلت دخلت دورات تدريبيه وغيرها، خط لي صقل الموهبه دي عشان ما الانسان يصل لجانب يكون فيه جانب محترف. يعني دي القصه. فلصقل المواهب دي يعني شكل الدورات التدريبيه اللي انت اخذتها، التجارب اللي احتكيت بها قبل ما تعملها يعني انت شخصيا. انا اصلا يعني خدت في راسي الموضوع بتاع الهندسه ده، فخشيت يعني في نزاع بيني وبين نفسي انه يا اخي اذا اصلا انا ماشي في الجانب بتاع الكتابه والجانب الابداعي والجانب الثقافي، انه مدخلني هندسه شنو؟ واللي مخليني انا اقرا هندسه شنو؟ في حين انه انا الهندسه دي انا من صغير رغبتي انه انا اقرا هندسه مدنيه واقرا معمار. بحكم الرسم وغيره طبعا كل الناس بيكونوا بيقولوا لك انه انت لازم تكون مهندس. وانا في الاول يعني انا بديت بالرسم، بديت بالتصوير، بديت بعد ذاك الكتابه. اكثر حاجه لقيت نفسي فيها هي الكتابه، بعد ذاك واصلت فيها بقيت اطور فيها. معلش السؤال. أنا كنت بتكلم لك عن صقل التجارب، هي الموهبة موجودة، لكن صقل التجربة بالتأكيد يحتاج لدورات تدريبية، يحتاج لقراءات في أشياء مختلفة، يحتاج لاحتكاك بتجارب ثانية، يعني دي كنت يعني بقصدها، لأنه كثير من الموهوبين ممكن يكونوا بيشاهدونا، الإنسان بيمتلك موهبة لكن ما بيعرف ينميها كيف، فده يعني السؤال في إنه هي كانت. أنا أضرب لك مثال، إذا أصلاً مثلاً الآن طلبوا مني إنه يتعاملوا معي في عمل فانتازيا، كتابة دراما فانتازيا، أنا ما حصل كتبتها، فحقوم أمشي بالتأكيد أقرأ عن الحاجة دي وأخذ دورة تدريبية، بعد ذاك حاحاول بيني وبين نفسي المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، لحد ما أحس نفسي إنه أنا بقيت مؤهل إنه أنا أكتب العمل اللي طالبينه مني ده، بعد ذاك حأكتبه وحقدمه لهم، إذا في أي معالجات أي تعديل هرجع تاني هحاول اطور نفسي اكتر لحد ما اصل الحاجه المفروض يعني انا اصلها، بعد ذاك حاكتب. والكتابه في حد ذاتها يعني غير موضوع المشاهدات الكبيرة ذكرناها مكانيا، تحتاج قدر من القراءات، يعني الخيال نفسه ما بيتكون الا بمجموعه قراءات، فبقرا لمنو او بقرا شنو عبد الله كمال؟ والله الادب العربي كله بقرا، ما حقدر اسمي لك، لكن بالنسبه للسودان ذاته ما قصد التسميه، لكن الادب، الفكر، يعني اشياء مختلفه في القراءه. الادب الروسي والادب العربي دي اكثر حاجات انا كنت بقراهم. بالنسبه للسودان بالنسبه للسودان عندنا الاستاذ طيب صالح. ايوه. رواياته كلها. عندنا برضو استاذه حسين خضر مكي، وعندنا برضو استاذ عمر احمد قدور في الشعر وفي في الكتابه. مجموعه من الكتاب انا يعني قاعد اقرا لهم. بالتاكيد يسردهم يطول. أيوة. بالتاكيد يعني هي القاعده، القراءات دي هي اللي بتشكل الكاتب، ممكن يكون هو مختلف. نحن معانا ماده في الكنترول حنشاهدها ونرجع نواصل الحديث. يا كن فقري يا اخي تلعب. اها اه تعب غلط امسك. تقول لي بتلعب؟ والله انا ستاتك دي كلها انتهي منها.
عمي شوف ستاتك في نافي الميدان يا ود الزلط، وشوف لك لعبه كوره ولا اي حاجه العبها، لكن ليدو ما بتدقها معانا نهائي، ما بتدقها معانا يا ود الزلط. تقتلنا انا يا ود عربيه، تقتلنا انا يا ود عربيه. قتلك كيف ما بقتلك؟ تقتلنا. يلا قوم 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 شيل، يلا خارجوا خارجوا. تطردنا يا ود الزلط عشان قتلوه؟ بطردكم. هاي بطردكم. تقتلنا انا يا ود عربيه يا ود الزلط. يعني دي حقاره 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 حقاره. يلا تخرج. والتحية مشاهدينا، ويتواصل نبض الحرف والحكاية مع عبد الله كمال، وكنا يعني بنتكلم عن جوانب مختلفة لوجودك الإبداعي، وزي ما ذكرنا يعني هي مجموعة من الروايات، مجموعة من الأعمال في الإخراج، مجموعة من السيناريوهات المكتوبة للدراما. فالقادم بالنسبة لعبد الله كمال شنو؟ المشروعات الجاية؟ عندي فيلم إن شاء الله هيكون قريب قريب شديد كمان، وعندي سلسلة كوميدية، سلسلة كوميدية هتكون فيها مجموعة من نجوم الدراما المعروفين، هتكون على منصات اليوتيوب، وإن شاء الله هيكون في قناة من القنوات الفضائية. سيناريو إخراج ولا سيناريو؟ سيناريو إخراج إن شاء الله. عندي برضو مخطوطة رابعة أو مخطوطة تانية، أنا عملت مخطوطة أولى بعنوان الأكسجين المعطر، هو ده الإلهام، لكن العنوان بتاع الكتاب لسه ما انا عارفه، لكن ما حافظ عنه. خلي الغار اللي قدامي ان شاء الله لما نطلع من الغلاف يطلع حتعرف الاسم، زي ما كان دامنا هي الملهمه في نزول عشق، عندي الاكسجين المعطر هو الملهم الحالي لعبد الله كمال في كتاب الجديد ان شاء الله. احنا بنتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى انه تتحقق كل مشروعاتك ونراها واقعا باذن الله، ونحتفي بها ايضا زي بقيه الكتابات والمشروعات. شكرا لك جزيلا عبد الله كمال، الروائي السيناريست والمخرج، كان حضور اليوم من خلال صباح الشروق. ومع عبد الله كمال نختتم صباح الشروق الذي نتمنى دائما ان يكون بدايه ايجابيه ليوم ايجابي للجميع، ودائما من خلال هذا الصباح تجدونا في هذه المساحة نتحدث عن نبض الحياة في مختلف مساحاتنا السودانية، وننقل نبض الأحداث. هذه تحياتي وفريق العمل لليوم، في أمان الله.